زيني يا دارينا بالثوب الغالي. احكيها لبحرارينا رجعوا الغالي. رسالتي فخر وعز، وأقول لهم مرة أخرى أنتم الحلقة الدائمة بالثورة الفلسطينية، فأنتم أهل التضحية، وأنتم من يعقد عليها الأمال بأن تقودوا المرحلة القادمة مرحلة أبو عمور. فنحن عرفاتيون ولن نتخلى عن عرفيتنا مهما يكون الأسباب، ونحترم القرار الديمقراطي، ولكن ثورتنا تبقى مستمرة حتى تحرير وتطهير أرضنا الفلسطينية من دناس الاحتلال. وهذا لا يأتي بالبرود ولا بالمفاوضات العقيمة. الاحتلال يريد مقاومة، وعلى شعبنا أن يحترف ويمتهن المقاومة بجميع أشكالها، لأنه وجب على الشعب الذي يقع تحت الاحتلال أن يمتهن المقاومة بجميع أشكاله، من شبابه وشيابه وأطفاله ونسائه، حتى التحرير. وإن شاء الله التحرير قادم، وشمس الحرية قادمة وساطعة إن شاء الله رب العالمين، وخروجكم إن شاء الله عن قريب العجل ستكونوا بخير السجون. طيب، يعني لو تحدثنا للناس بشكل عام، كيف مضت 14 عاما داخل سجون الاحتلال؟ السجن يعني بقدر أوصف لك إياه أو أحكي لك 4 سنة خلال 5 دقائق. اليوم كما غد، وغد كما البعد، والبعد كما الأمس، فليس شيء جديد. حياة روتينية، ولكن نكسرها بإرادتنا، بثقافتنا، بعلاقتنا الاجتماعية، بصمودنا. ولكن الحياة ليس من جديدا فيها، ولكن بهذا الشيء يعني بقدر أقول لك لها تمر مرة سريع، وهذا بفضل الله تعالى. أن أيام السجن وسنون السجن تمر كلمح البصر، وهذا من فضل الله. من ربه رزقه الإيمان والإرادة والقناعة لا يشعر بأيام السجن. وأنا أقول لك لم أشعر بأيام السجن 14 عاما، أي نعم، ولكن عن العمر يذهب، وإن شاء الله نحتسبه في سبيل الله وفي سبيل تراكم الحرية من أجل تحرير فلسطين، من أجل تحرير فلسطين إن شاء الله. طب إيش أبرز الأمور اللي كنت تقوم فيها داخل سجون الاحتلال مع الإخوة الموجودين هناك؟ نحن نسعى ونسأل، وأنا يعني أخذت قرار من داخل السجن، المجاملات التي ليست في محلها لن أمارسها. وأنا أقول الأسرى عليهم مسؤولية، ويجب أن يكون على قدر المسؤولية،
يوجد بالسجن من هم متمسكين بالمبادئ، ولكن السجن هو شيء وإقليم من إقليم الخارج يدب فيه الفساد. فأنا أسأل إخوتي داخل الأسر، ستحاسبون وأنفسكم ستحاسبكم وأهلكم سيحاسبكم على تقصيركم بأنفسكم وعلى من يتخاذل داخل السجن. السجن مهما كانت قصبته ومهما كانت مغريات لن يغيرنا مبادئنا، فنحن أصحاب أهداف ومبادئ وأصحاب رسالة، لن تغيرنا تخاذل المتخاذلين. ويجب كما قلت مرة أخرى أن يكون غادر مسؤولية، أن يحملوا الأمانة كما دخلوها، فلسطين أولا وفلسطين ثانيا وفلسطين ثالثا ولا شيء غيره. بعد 14 عاما من الاعتقال داخل سجون الاحتلال، ها هو الأسير مأمون عامر يتنفس عذق الحرية، تاركا أملا عند الله سبحانه وتعالى بأن يفك قيد كل الأسرى. راضي كرامي لشبكة عروبة الإعلامية من أمام منزل الأسير مأمون عامر.